هنا حي باب الواد الشعبي بالعاصمة، ومن أمام هذه السوق وقفنا على تجاهل بعض التجار والمواطنين لخطورة فيروس كورونا. شوفي باش ما نكذبش عليك، التجار ماشي كاع اللي ملتزمين بهاد الشروط الوقائية، بصح شكون يخليك ما تلتزمش؟ هو الشعب. دوك انت نعطيك اكزومبل صغير، لابس بافات ويجي بيديه يمس زعما السلعة باش يخير. شغل ماشي ماهوش كيما نقولوا خايف صح. بافات قالوا ديروا بافات دوك ولفناها بحكم انه ولفناها، ولا ولينا نلبسوا البافات هكذا كبر. جيسبيغ كو لا بوبولاسيون تفهم لي هاد المرض كاين منه، كاين منه، الناس يتموت كي الدبان في لوبيتال. اي فو با يتمسخروا. نفس الأجواء عايشناها بحي باش جراح بالعاصمة، فتنفيذ التعليمات الوقائية كارتداد الكمامات في الأماكن العامة والمحلات وحافلات النقل والأسواق يكاد يكون منعدما، بل وصل الحد بالبعض إلى عدم الاقتناع بشيء اسمه كمامة. علاش ماكش داير كمامة؟ نسيتها، كان يديروها سيري ويخافوا وكذا، كان ما باش يقول لك جات من عند ربي مرحبا بها. وانا ما ان شاء الله ما نديرش ماما. انا دوريجين هكا ملي بدات ما نديرهاش، وانا غير في الشوك انا، والحمد لله ربي ستر. الظاهر ينبئ بالخوف من هذا الفيروس، لكن الواقع وحسب تصريحات المواطنين امر اخر. كان تهاون كبير مطلب من خاوتنا وخياتنا كي نكونوا في اماكن كيما هذو، ما نديروا لي بافات، نديروا اجراءات الاوليه باش قلق الوقايه خير من العلاج. اختي ربي يهديهم وان شاء الله يتلازموا بهذا الشيء، هذا بهذا اللي باقات ما عندهم راح ديرهم، تحميهم من الغبره نتاع الزنقه، تحميهم من النفس نتاع الانسان، واحد مريض واحد تحميهم. راني نشوف 50-50، كاين شعب خاف او لابس البافات وكاع، وكاين شعب يستهزأ توجور يقول لك نورمال ما كاش كورونا. الأرقام الأخيرة التي سجلتها وزارة الصحة تؤكد ضرورة العودة إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي الذي يبقى الحل الوحيد من الحد من انتشار الوباء.